واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبية، حيث أعلنت القبض على رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بعدما أكدت التحريات قيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصري أو المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة. هذا وأكدت الوزارة ضبط $1,000,000.88، فضلا عن ضبط 37,000 يورو.870، بالإضافة إلى ضبط 1,550 جنيها استرلينيا وضبط 1,750,000 جنيه مصري بحوزتهما حال قيامهما باستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية لأحد عملائهما، حيث تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالي يقدر ب4,230,750 جنيه مصري. هذا وأكدت وزارة الداخلية أنه بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة للإتجار غير المشروع في السوق السوداء خارج السوق المصرفية الرسمية عن طريق تغيير العملة والمبالغ المالية بالعملة المصرية حصيلة ارتكاب الواقعة. وأشارت الوزارة إلى أن تلك الجهود تأتي استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد.